فندم. ازيك يا استاذ احمد؟ اخبار حضرتك ايه الاول؟ والجمهور كلهم بألف خير. بشكرك. انتوا دوركم ايه كمان؟ يعني ايه اللي هتعملوه او استعداداتكم ايه او بتجهزوا ايه النهارده؟ وايضا كان سياده الرئيس النهارده مدي توجيهات واضحه حوالين الدور المجتمعي لكل المؤسسات الوطنيه والاجتماعيه زي حضراتكم كده. طيب والله يا فندم، هو يعني سياده الرئيس ما يعني ما بيونش انه يدي توجيهات انه يخفف العبء على كاهل المواطن المصري. نعم. ويمكن كان ابرز التكليفات دي واللي احنا سعينا بقوه ان احنا ننفذه علشان نقدر نوصل للاستقلال النهارده كان اعتبار عام 2022 عام المجتمع المدني والخبر اللي اطلقناه او التنفيذ التوصيه الاولى من منتديات الشباب ومن منتدى شباب العالم اللي احنا نفذناها من كام يوم بان احنا عملنا التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. كل ده واكثر علشان نوحد الجهود بحيث ان المواطن يحس فعلا بالفرق ونقدر نوصل لاكبر فئه من المستحقين والمستفيدين. نعم. النهارده مؤسسه حياه كريمه ضمن التحالف ده اتحركت انها تطلق وتوزع مليون كرتونه مواد غذائيه على كافه محافظات الجمهوريه. برافو. وانطلقت ممتاز. الموجه الاولى من المليون كرتونه دي الحمد لله النهارده بالفعل لخمس محافظات اللي هي الشرقية والبحيرة ومحافظة بني سويف ومحافظة المنيا ومحافظة كفر الشيخ. كفر الشيخ البحيرة كمان بالضبط. نعم تفضل. نعم تمام. ومع الأيام اللي جاية على طول إن شاء الله هنغطي محافظات الجمهورية بالكامل علشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الأسر المستحقة وأكبر عدد من الفئات المستهدفة إحنا والجمعيات اللي ماشية معانا بالتوازي، كل الجمعيات المحترمة اللي بتساعد علشان تخفف الاسعار طبعا اللي حس بيها المواطن ولمسها المواطن واللي سمعتها في المداخله اللي فاتت. نعم. على مدار الاسبوع اللي فات. فاحنا بنحاول كلنا نمشي المنظومه بتاعه الدوله كلها تمشي في اطار ان كله مسخر لتخفيف العبء على كاهل المواطن. فكره التحالف الوطني ده مهم، يعني التحالف والتحرك العمل المجتمعي والمساعده ايضا والدور المجتمعي، فكرته ايه فكره التحالف ده؟ طيب احنا ما ينفعش نشتغل انا ما بتكلمش على مؤسسه حياه كريمه بس، بتكلم على كل مؤسسات. لا اتكلم على التحالف دلوقتي. يا بالكامل فندي. احنا كافه الجمعيات اللي اشتركت في التحالف اللي هم اربعه عددهم 24 جمعيه لحد دلوقتي وان شاء الله كل جمعيات تشارك وتساهم انها تخش معانا التحالف ده، ما ينفعش كانوا يشتغلوا السنه دي زي السنين اللي فاتت. والا كان هيفرق ايه عندي ان العام ده اللي اطلقه سياده الرئيس انه عام المجتمع المدني. نعم. التحالف ده بيهدف الى توحيد جهود العمل الاهلي لخدمه الفئات المستهدفه والعمل على التنسيق بين المؤسسات علشان كل فرد في المجتمع يحظى بالاستفاده القصوى. نعم. بمعنى انا كنت بطلع خير، انا كمؤسسه كنت بطلع خير لعدد خمس مستحقين على سبيل المثال، وغيري جمعيه اخرى بتطلع خير برضه هنقول ل 10 مستحقين. طب ايه اللي يضمن لي ان الخمسه دول ما يتكرروش هنا او ال 10 دول ما يتكرروش هنا؟ فاحنا لما نوسع القاعده هنقدر بالظبط نوسع القاعده ويبقى عندنا قاعده موحده للفئات المستهدفه علشان اغطي اكبر شريحه. احنا 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 عددنا احمد بيه عددنا 104 مليون مواطن. نعم. عندنا نسب فقر في المحافظات ما ينفعش. وانا بقول حياه كريمه وسياده الرئيس بيجري والدوله بتجري معاه ان احنا نوفر حياه كريمه للمواطن، ان المواطن يتعرض ل يعني لعكس ده في لقمه عيشه او في الحياه الكريمه خصوصا مع قدوم شهر الخير. يعني زي ما بيقول كده رمضان بيجي خير على الكل. عظيم. عشان كده النهارده احنا انا برضه حابب اقول لحضرتك ان احنا كمؤسسه لوحدنا فكره المليون كرتونه يعني على الرغم من ضخامه العدد ده لكن لا المليون دي بتاعتكم انتوا بس ولا التحالف؟ لا 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 المليون دي حياه كريمه. ده حياه كريمه بس. حياه كريمه بس يعني باقي التحالف هيطلعوا حاجات زي كده وهيشتغلوا طبعا طبعا كويس طبعا. نعم. احنا مليون كرتونه هيستهلكوا معايا حوالي 5 مليون اسره ان شاء الله. نعم. علشان على يعني 5 مليون مواطن يعني مواطن. مليون كرتونه لمليون اسره. ايوه. فيستهلكوا معايا 5 مليون مواطن هتغطيهم مؤسسه حياه كريمه بس. ممتاز. فلما الجمعيات كلها تشارك وتضم معايا نقدر نغطي اكبر عدد من المواطنين باكبر عدد من الاسر على طيب اللي وصل النهارده المرحله الاولى كم كرتونه اللي طلعوا لحد دلوقتي خمس محافظات؟ احنا النهارده طلعنا 30,000 كرتونه ومش بنقول المرحله الاولى دي بنقول الموجه الاولى. الموجه الاولى طبعا انت الموجه الاولى احنا ان شاء الله باذن الله مستأنفين من هنا لحد بدايه شهر رمضان الكريم هنبدا نطلع
يعني 60,000 كرتونه كل يوم تتوجه الى المحافظات بالتوازي عشان نبدا توزيع على طول، وان شاء الله شهر رمضان الكريم ما يخشش على الاسر المستحقه دي، لو كل بيت مسطور ووصل له يعني زي ممكن حضرتك تقول لي الكرتونه فيها ايه؟ فيها ايه الكرتونه؟ الكرتونة فيها الأساسيات اللي بتخدم المواطن. أيوة. فيها رز، فيها سكر، آه. فيها مكرونة، زيت، فيها سمن، فيها زيت، فيها عدس، فيها فول. نعم. تمام. الحاجات اللي بحتاجها في بيتي وبيتك، الحاجات اللي تكفل لي ان انا اخش وانا في الشهر الكريم ده وانا مفطور، علشان يعني ايه نحاول نرفع العوز عن كاهل المواطنين. فيها تمر كمان اهو، شايف فيها تمر. طبعا طبعا يا فندم، احنا ويس. احنا يعني ما ينفعش اخش شهر رمضان الكريم نعم. من غير تمر. الكرتونه كويسه، الكرتونه قيمه. وكمان يعني فوق المليون كرتونه دول انا بوزع دلوقتي 200,000 كرتونه بالتحالف مع احد الشركات يعني اللي وزعناهم في الغربيه، وزعنا 200,000 غربيه بره المليون كرتونه دول. فانا بحاول استغل كل فرصه واستغل كل زي ما بيقولوا ايه كل خرم ابره عشان اوصل لاصغر مستحق والابعد مستحق في يعني في مليون كرتونه زائد 200,000 وزعتوهم بالضبط. يعني احنا بنتكلم على مليون و200,000 كرتونه وزعتهم مؤسسة حياة كريمة بالفعل بالضبط ضمن يعني مبادرة أو قطار بقى وصل الخير. نعم. يعني عندنا مبادرة جميلة كده بمناسبة الشهر الكريم ده، وصل الخير، وإن شاء الله بإذن الله يعني نوصل كلنا الخير ببعضنا بالتعاون مع الجمعيات الشريكة، بالتعاون مع كل مصر. كل واحد عايز يعمل خير، كل فاعل خير عايز يعمل خير، بنقول له ضم معانا علشان نوحد الجهود ونضمن ان احنا نغطي اكبر فئه من المستحقين. استاذ محمد طاهر رئيس القطاع التنفيذي لمؤسسه حياه كريمه، بشكرك شكرا جزيلا، وجهد مهم جدا ودور مجتمعي مهم كمان لمؤسسه حياه كريمه. نتابع النهارده اجتماع السيد الرئيس